في هاتفك موجودة، بكمبيوترك لابتوبك أيضا موجودة، بالبلاي ستيشن موجودة. أنا بحكي عن ذاكرة الوصول العشوائي. شو هذا الاسم الغريب؟ الرام. أكيد سامع هاي الكلمة كثير. اليوم بدي أحكي لكم عن الرام وعن بعض معلومات اللي متعلقة بهاي الرام، بحيث إنه نفهم شو هي فائدتها وليش موجودة. الرام Random Access Memory، ذاكرة الوصول العشوائي، هي قطعة هاردوير، قطعة بالكمبيوتر نشتريها منضيفها لهذا الكمبيوتر، أو بتكون موجودة في الموبايل تبعك لحتى تساعد هذا الموبايل أو هذا الكمبيوتر على العمل. أنا شخصياً بعتبرها ثاني أهم قطعة في الكمبيوتر. خلينا نحكي هسه نركز كمبيوتر أو موبايل. الرام كل ما زاد هذا الرقم كل ما كان كمبيوترك أداؤه أفضل. هاي القطعة أو هذا المكان بيستخدمه مين؟ المعالج CPU، بيأخذ بيانات جهازك وبيرميها على هذا المكان وبيستخدمها. ليش بيرميها على هذا المكان؟ بيأخذها من مكان فعليا تخزين، بوديها على مكان تخزين، بيأخذها من الهارد ديسك، القرص الصلب اللي بنخزن عليه كل بياناتنا، وبيرميها بيخزنها وين؟ على الرام، برضو مكان تخزين. طب غريب، ليش؟ ما هذا تخزين وهذا تخزين. لأنه ببساطة وبسرعة الهارد ديسك صحيح بيخزن البيانات، ولكن سرعة القراءة والكتابة اللي هي العملية المعتادة في هذا العالم عند CPU والكمبيوتر، القراءة والكتابة السرعة بطيئة جدا من الهارد ديسك، أما سرعة الرام فهي عالية جدا. أعطيك مثال، لو عندك كمبيوتر شغلت برنامج الأدوبي بريمير أو الأدوبي فوتوشوب، أول تشغيل لهذا البرنامج بتلاحظ أنه بيأخذ وقت، بعدين بس خلصت انت شغلته وامورك تمام، لو تركت الكمبيوتر ورجعت الكمبيوتر عملت له مينيمايز، نزلته تحت ورجعت للآب يشتغل، حتلاقيه هيك سناب بيشتغل بسرعة. طب ليش؟ لأنه حاليا هو موجود على الرام، ملفاته موجودة على الرام، وهناك لما بتطلب أمر وبتأخذ أمر، يعني تطلب قراءة أو كتابة لهذا الأمر في عالم الكمبيوتر على الرام، بتكون سريعة جدا فهو بيفتح بسرعة. جرب اعمل ريستارت للكمبيوتر، إعادة تشغيل لهذا الكمبيوتر، وارجع افتح الفوتوشوب، راح تلاقي انه راح يأخذ برضه وقت طويل، مش انه طويل كثير اخوان، ولكن اللودينج حيكون طويل نوعا ما لما بتعمل ريستارت. ليش؟ لأن الكمبيوتر محى كل البيانات الموجودة على الرام، فلذلك بده يرجع يعبيها على الرام ومن ثم انت تباشر عملك. طيب سؤال، هل كلما زاد عدد الرام بيكون أفضل إنه في الكمبيوتر؟ 100% أكيد وصح. يعني الرام إشي مهم، الرام شيء أساسي. صحيح إنه عندها شيء سلبي، اللي هو لما أنت تطفي الكمبيوتر أو تعمل ريستارت بتروح كل البيانات اللي على الرام، يعني ما بتخزن البيانات بشكل دائم، بشكل مؤقت، ولكن هذا في صلب عملها، وسرعة الكتابة اللي فيها وسرعة القراءة اللي فيها بتخليها سريعة جدا جدا، وهذا بيخلي سعرها كثير غالي مقارنة مع أشياء ثانية. طيب إذا بدي أشتري كمبيوتر أنا كم بحتاج رام؟ شوفوا خلينا نقسم الموضوع. إذا أنت بدك كمبيوتر للدراسة، للتصفح، للجامعة، يعني أمور عامة، أنا برأيي تبلش ب 8 جيجا بايت رام. هذا الرقم ممتاز جدا، وحتى هذا ممتاز لبعض المبرمجين اللي بيستخدموش أدوات كثير ثقيلة، فهذا الرقم ممتاز جدا، وأنا لا أفضل أنه ننزل عن 8، في 4، لكن خلي الستاندرد هو 8. إذا كنت أنت جيمر بتحب الألعاب كثير، إذا كنت فيديو إديتر بتعمل مونتاج للفيديو، إذا كنت أنت مثلا مهندس وبتستخدم برنامج الأوتوكاد أو بتعمل 3D Objects، أنت بحاجة ل 16 جيجا وأعلى. أنا بشوف 16 و 32 جيجا هم الأرقام الأميز والأفضل، و 32 جيجا أنا بشوف أنه هو أفضل شيء. يعني إذا كان جهازك فيه 32 جيجا بتكاش أكثر من هيك، صحيح سعر غالي بس حياتك حتكون سهلة. وملاحظة سريعة بالنسبة للهواتف الذكية، صرنا الأيام هاي نشوف 8 جيجا رام، 12 جيجا رام، 16، وشفنا 18. أنا وصلني جهاز 18 جيجا بايت رام للألعاب موبايل. إذا جهازك يحمل 8 جيجا بايت رام هذا بيكون ممتاز جدا، إن شاء الله كان سعره 200 دولار أو 1000 دولار. 8 كافية جدا جدا، في أجهزة عندها 4 و6 جيجا وأمورها تمام التمام. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، يعطيكم ألف عافية، بشوفكم في فيديو قادم، إلى اللقاء.